في هذه الأثناء أغلق شبان فلسطينيون مقر الأمم المتحدة بغزة في تظاهرة احتجاجية بمناسبة ذكرى وعد بلفور، وطالب المتظاهرون الأمم المتحدة بالوقوف عند مسؤولياتها تجاه الانتهاكات الإسرائيلية. وأكد ائتلاف شباب الانتفاضة، وهو ائتلاف شبابي فلسطيني، أن جميع محاولات الالتفاف على انتفاضة القدس وإجهاضها لن تنجح، فيما شاركت قيادات فصائل العمل الوطني والإسلامي في فعالية أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالقطاع. يجدد الفلسطينيون رفضهم للعام 98 على التوالي لوعد بلفور، ويلجأ بعض النشطاء هنا إلى إغلاق بعض مقرات الأمم المتحدة في قطاع غزة بشكل مؤقت للتعبير الرمزي عن غضبهم. الفصائل الفلسطينية تسلم مذكرة استنكار لمكتب مفوض الأمم المتحدة عقب مسيرة شارك بها العشرات من الفلسطينيين دعت إليها القوى الوطنية الإسلامية في قطاع غزة، في الوقت الذي أصدرت فيه عدد من الفصائل البيانات التي دعت إلى استمرار الهبة الشعبية إلى أن تحقق أهدافها.